السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معايا النهاردة خبرين، خبر مؤسف جدا عن الفنان الزعيم عادل امام ووصيته التي تم الاعلان عنها طبعا، وكمان معانا خبر سريع عن الفنان احمد صلاح السعدني، وكمان تطورات الحالة الصحية لوالده صلاح السعدني. في البداية زي ما تعودنا نوحد الله ونصلي على رسولنا عليه افضل الصلاة والسلام. احمد صلاح السعدني طبعا فنان محبوب وابن فنان محبوب كمان، نشر على صفحته وقال: للاسف اول ما ابتديت اتمرن وخلاص هاخد بالي من نفسي تاني وارجع للرياضه، كتفي ورقبتي تعبوني جدا. وربطوا ان الموضوع ده طبعا ان هو حسد، لانه اول ما نزل صورته في الجيم كل الناس فعلا فضلت تقول له عاش ويا بطل وما شاء الله الكلام ده. فطبعا الناس قالوا ان هو اتحسد، وبالفعل يا جماعة اتصاب في كتفه اصابة شديدة جدا وفي رقبته، خليته قاعد في البيت وبيعمل علاج طبيعي زي ما الاطباء نصحوه، وهو كتب الكلام ده على صفحته بنفسه. بالمناسبة كمان تتطورات الحالة الصحية لوالده صلاح السعدني، هو حاليا يا جماعة مصاب بالزهايمر طبعا، وكل الأقاويل اللي قالت ان هو توفى هو ما شاء الله بصحة جيدة، ولكن طبعا الزهايمر دي حاجة وحشة جدا، ربنا يعافينا جميعا. وكمان رفضوا تماما انه يظهر في اي حوار تلفزيوني او انه يظهر تماما في الاعلام طبعا بحكم السن، ان هو ما بقاش قادر. وجماعة واحد عنده زهايمر يعني ربنا يشفيه هيعمل لقاء ازاي؟ لكن الناس اللي بتسألني عليه وبتقول انه توفى، والله يا جماعة هو عايش، ابنه اللي قال الكلام ده. هو دي الصورة وهي دي الكلام، هو ده الكلام اللي هو كتبه: اول ما ابتديت اسخن وارجع للجيم كتفي ورقبتي قعدوني في البيت، بروح اعمل جلسات علاج طبيعي، واول ما اخف ان شاء الله هحاول انزل تاني اتمرن، لان الرياضة بتفرق كتير في النفسية. هي دي الحياة باختصار. طبعا ان شاء الله هيرجع احسن من الاول. ندخل بقى على عادل امام ووصية عادل امام وتفاصيل كتير عن الحالة الصحية لعادل امام. طبعا ممكن تختلف وممكن تتفق عليه، لكن في النهاية مش هنقدر ننكر ان هو صاحب بصمة كبيرة جدا في الوسط الفني وفي السينما وفي المسرح وفي التلفزيون، وليه اعمال كبيرة جدا. دخل حاجات صعبة في بيوتنا، وفي ناس كتير بتعترض على بعض المشاهد اللي كان مزودها فيها شوية، لكن دلوقتي لما نلاقي حد تعبان مش قدامنا غير نقول ربنا يشفيه ويقومه بالسلام، وده اللي بطلبه من حضراتكم، لان في كميه من الشماته كبيره جدا، وده يا جماعه فعلا فعلا اسطوره من اساطير الفن والوسط الفني. بيعاني طبعا من مشاكل صحيه كبيره، والناس اللي قالت عنده كورونا انا باكد لكم ان المسحه بتاعته ما طلعش فيها كورونا ولا اي حاجه، كل الحكايه ان هو جاله بس مشاكل، عنده مشاكل في القلب وبعض المشاكل بسبب تقدم العمر، هو دي كل المشاكل اللي عنده. كان موجود معاه طاقم طبي متواصل معاه في البيت، ولكن الامر استدعى انه يتنقل للمستشفى، وبالفعل هو حاليا موجود في المستشفى وفي العنايه المركزه. كمان الوصية اللي تم الإعلان عنها واللي اتنشرت كتير على السوشيال ميديا، إن هم قال هو طالب بحذف بعض المشاهد بتاعته مع طبعا إلهام شاهين ويسرى بالتحديد، وقال ولبلبة، قال عايز كل المشاهد دي تتشال ودي أمنيتي. وطبعا المشاهد دي مستحيل تتشال، لأنها طبعا ليها حقوق عند ناس تانية، ومعتقدش إن الأمنية دي ممكن تتنفذ ولو إحنا نتمنى ذلك، بس كويس إن هو حسن الخاتمة. يعني هو مش حابب يكون في مسيرته حاجات زي كده، بس هيحذفوا إيه ولا إيه؟ يعني ده حاجات كتير جدا. عموما الاعمال بالنيات، وبدا هو بدا بالخير، يبقى ان شاء الله كله خير. استنوا منك كل الجديد عن حالته الصحيه. هو حاليا لسه ما طلعش من العنايه المركزه، الاطباء مدينه 48 ساعه على اجهزه التنفس الصناعي. بشكركم جدا ان انتوا وصلتوا معايا للحظه دي في الفيديو، واستنوا منك كل الجديد، ويا ريت تفعلوا زر الجرس وكمان تشتركوا وتنورونا في قناتكم التانيه. شكرا جدا لحضراتكم، أعتذر طبعا لو كنت طولت. سلام عليكم ورحمة الله.